بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا الأحبة أينما كنتم تتابعون عبر عمان الرياضية وبرنامج عناوين كالعادة جولة في أخبار الصحافة المحلية والعربية والعالمية نقصها بكل تأكيد من صحافتنا المحلية وتحديدا من أروقة عمان الرياضي حيث وضع منتخبنا الوطني في التصنيف الثاني في قرعة آسيا المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم في قطر 2022 وكأس أمم آسيا في الصين 2022 أيضا. وستجرى القرعة في العاصمة القطرية الدوحة يوم 17 من يوليو المقبل بمشاركة 40 منتخبا ستتوزع على 8 مجموعات. صحيفة عمان تابعت تفاصيل القرعة في عنوان قالت فيه منتخبنا في التصنيف الثاني بالقرعة المشتركة لكأس العالم وآسيا. ووضعت منتخبات إيران واليابان كوريا الجنوبية أستراليا قطر الإمارات السعودية والصين في التصنيف الأول. وضم التصنيف الثاني كلا من منتخبات العراق أوزباكستان لبنان قيرغيزستان فيتنام الأردن وسوريا بالإضافة لمنتخبنا الوطني. وستقام التصفيات أيام 5 و10 من سبتمبر و10 و15 من أكتوبر وأيضا في نوفمبر 20 و31 من مارس في 2022 و4 و9 من يونيو. ويتأهل أصحاب المراكز الأولى في المجموعات الثماني إلى المرحلة النهائية من تصفيات مونديال 2022 بالإضافة لأفضل 4 ثواني ليصبح عددهم 12 منتخبا يتأهلون تلقائيا إلى أمم آسيا 2023. لازلنا في أروقة عمان الرياضي حيث أعلن المدرب الوطني طالب بن هلال مدرب منتخبنا الوطني لكرة القدم الشاطئية قائمة منتخبنا والتي احتوت على اختيار 16 لاعبا منهم لاعبين من القائمة السابقة بالإضافة إلى لاعبين جدد يمثلون المنتخب لأول مرة. الصحيفة خرجت على ملحقها الرياضي قائلة إعلان قائمة أحمر الشاطئية لتجمع مسقط السبت. وتغيب بعض العناصر الأساسية في قائمة المنتخب والتي كان لها الدور الكبير والفعال في إحراز العديد من الإنجازات في تاريخ لعبة كرة القدم الشاطئية في السلطنة على المستوى العالمي والقاري والآسيوي. وسوف تمثل القائمة الحالية المنتخب خلال فترة المعسكر القادم والذي أعلن عنه في وقت سابق على أن ينطلق يوم 16 مستمرا حتى 20 من يونيو الجاري استعدادا للاستحقاقات القادمة التي تنتظر المنتخب خلال الفترة القادمة والتي تأتي في مقدمتها المشاركة في تصفيات دورة الألعاب العالمية والتي ستقام في الصين في شهر يوليو القادم بالإضافة إلى المشاركة في نهائيات كأس العالم في الباراغواي خلال شهر نوفمبر القادم. اختتم منتخبنا الوطني لكرة اليد الشاطئية يوم أمس معسكره التدريبي الخارجي الذي أقيم بتايلند خلال الفترة من 16 وحتى 12 من يونيو الجاري، حيث توجهت البعثة مساء أمس للصين للمشاركة في البطولة الآسيوية 7 لكرة اليد الشاطئية التي ستقام في مدينة ويهاي الصينية خلال الفترة من 15 وحتى 24 من يونيو الحالي والمؤهلة إلى بطولة العالم 2020 في إيطاليا. صحيفة الوطن غطت هذا الحدث لتخرج بعنوان منتخب منتخبنا الوطني لليد الشاطئية يختتم معسكره التدريبي بتايلند والبعثة تتوجه للصين. وخاض منتخبنا خلال معسكر تايلند عدة مباريات ودية مع المنتخب التايلندي كانت بمثابة الفرصة السانحة أمام الجهاز الفني لمنتخبنا بقيادة المدرب الوطني حمود الحسني الاطمئنان على وضع الفريق في جميع الخطوط معالجتها قبيل الدخول في منافسات البطولة الآسيوية والتي يسعى من خلالها الحصول على لقبها بعدما كان وصيف النسخة السادسة التي أقيمت بتايلند عام 2017. وقد أوقعت قرعة البطولة منتخبنا الوطني على رأس المجموعة الثانية بجوار منتخبات إيران تايلند باكستان اليابان والسعودية. وسوف يتأهل أول وثاني المجموعة للمربع الذهبي للبطولة وباقي الفرق التي لم يحالفها الحظ سوف تلعب مباريات تحديد المراكز من 5 وحتى 12. دشنت وزارة الشؤون الرياضية أمس برنامج هاكاثون الأفكار الرياضية التي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا ليتيح البرنامج فرصا مواتية لتطوير مهارات المبتكرين الشباب واستثمارها كحلول ناجعة للعديد من التحديات التي تواجه القطاع الرياضي في السلطنة. صحيفة الرؤية رصدت الخبر لتخرج بعنوان قالت فيه الكشف عن تفاصيل هاكاثون الأفكار الرياضية وأربع مجالات للتنافس
التنافس بين الشباب. يتمثل البرنامج في إقامة مسابقة ابتكارية ذات طابع تقني لمدة 3 أيام من 18 وحتى 20 من يوليو المقبل في 4 مجالات هي الإعلام الرياضي، الجماهير، البنية التحتية واللوجستية، والألعاب الرياضية الإلكترونية. تسبيقها حلقات عمل بتقسيم المشاركين على مجموعات على مدار الأيام 3 قبل عرض الأعمال على لجنة تحكيم تصدر قرارها وفق المعايير المدرجة في الوثيقة التعريفية للبرنامج. وبوسع الشباب من سن 18 سنة وحتى 34 سنة التسجيل في المسابقة إلكترونيا. أقام فرسان بهلة مؤخرا ركضة العرضة للخيل التقليدية بمشاركة فرسان ولاية أدم ونزوة والحمرة ومنح بمشاركة 45 خيلا وذلك بميدان العرضة بمنطقة المعمورة. صحيفة عمان غطت فخرجت بعنوان قالت فيه 45 فارسا في ركضة العرضة للخيل التقليدية ببهلة، حيث بدأت فقرات العرضة بالهمبل والتحوريب وركضة العرضة وبعض المهارات للفرسان، واشتملت على سباق الإثارة التقليدي لمسافة 500 متر للخيول العربية الأصيلة. بعدها استعرض الفرسان مهاراتهم بالركض والوقوف على ظهر الخيل والوقوف على خيلين في أجواء جميلة. بعد ذلك استعرض الفرسان لفن التنويم للخيول والتقاط الصور للمصورين القادمين من بعض ولايات السلطنة. نجدد التحية لكم أيها الأحبة الكرام، ومن جولتنا في الصحف المحلية ننتقل بكم إلى الصحافة العربية، نبدأها من الكويت حيث عقدت الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الكويتية اجتماعها أمس بمقر اللجنة برئاسة ناصر صالح رئيس اتحاد اليد في أجواء هادئة في ظل غياب أعضاء اللجنة المؤقتة برئاسة الشيخ طلال الفهد وبحضور دولي ممثل في أعضاء اللجنة السداسية الدكتور حمود فليطح والدكتور صقر الملا وحسين المسلم وصالح القحطاني. صحيفة القبس الكويتية غطت هذا الموضوع لتخرج بعنوان عمومية الأولمبية تحدد 30 من يونيو لانتخاب مجلس جديد، واعتمدت العمومية التعديلات على النظام الأساسي وسترفعها للهيئة العامة للرياضة لنشرها في الجريدة الرسمية. كما شكلت لجنة انتخابية برئاسة ناصر صالح وعضوية أحمد العنزي نائب رئيس اتحاد كرة القدم وعبد اللطيف مراد أمين سر الجمباز، وستقوم لجنة الانتخابات بفتح باب الترشح يوم الأحد المقبل مستمرا حتى نهاية الأسبوع، كما حدد موعد الانتخابات يوم 30 يونيو الجاري. إلى السعودية، فعندما يتم اختيار أو تزكية مجلس إدارة أي نادي يكون الملف الأول اختيار جهاز تدريب للفريق الأول لكرة القدم إذا لم يكن هناك مدرب مستمر من الموسم السابق. هذا ما ذكره الكاتب الصحفي مساعد العبدلي في مقدمة مقال عبر صفحات الرياضية السعودية، متحدثا بعدها عن معايير تقييم مجالس إدارة الأندية من قبل الجماهير. دعونا نتابع ما جاد به الكاتب في آخر كتاباته. مسؤوليات مجلس الإدارة أعم وأشمل من فريق كرة القدم، لكن الواقع يقول إن كرة القدم تأتي أولاً، ولا يهم الجماهير ما يفعله مجلس الإدارة في بقية الجوانب، فكرة القدم هي المعيار الوحيد لدى الجماهير لأداء مجلس الإدارة، بل وحتى استمراره أو رحيله.
على صعيد اتحاد كرة القدم. معيار تقييم أداء مجلس الإدارة لدى الجماهير يتمثل في أداء لجنة المسابقات والتحكيم والانضباط وكذلك المنتخب السعودي الأول. المهمة الأولى والرئيسة لأي مجلس اتحاد كرة قدم في العالم تطوير كرة القدم من خلال وضع الضوابط واللوائح والأنظمة، وهذه أمور لا تكون ملموسة للمشجع العادي مهما حاول مجلس الإدارة توضيحها. المشجع يهمه منافسات دور عادلة ومنتظمة، ومنتخب أول قوي يحقق المنجزات والبطولات، أو على الأقل ينافس عليها بشكل متميز يليق بالمملكة العربية السعودية. لست هنا بالموجه لمجلس اتحاد كرة القدم المنتظر تزكيته نهاية الشهر الجاري برئاسة العزيز ياسر المسحل. لدى المسحل وفريق عمله من الخبرة والدراية ما يفوق ما لدي، خاصة على صعيد العمل الإداري الرياضي، لكن هذا لا يمنع أن نشارك كنقاد في طرح رؤانا. أعتقد أن ملف مدرب المنتخب الأول يجب أن يكون من أولويات مجلس اتحاد كرة القدم إن لم يكن الملف الأول، خاصة أن هذا الملف لم يجد الاهتمام الكافي من المجلس السابق الذي برر عدم اهتمامه باعتبار تركه أي الملف للمجلس الجديد، ما يعني أن الكرة باتت في ملعب المجلس الجديد برئاسة المسحل. من المفترض في أول جلسة للمجلس أن يتم تشكيل لجنة لاختيار الجهاز الفني الجديد للمنتخب، على أن يتم تحديد موعد لتقديم اللجنة رأيها، بل ويتم التعاقد قبل نهاية يوليو المقبل ليتمكن الجهاز الجديد من الوصول إلى السعودية ومتابعة مشاركة النصر والهلال والاتحاد والأهلي في البطولة الآسيوية التي تبدأ في 5 أغسطس المقبل. هذه الفرق الأربعة تمثل عماد المنتخب السعودي وتشارك آسيويا بأقل عدد من المحترفين الأجانب أي 4 لاعبين، وهذا يعني فرصة أكبر لمشاركة اللاعب السعودي، بالتالي متابعته من قبل الجهاز الفني الجديد للمنتخب. بعد ذلك ستبدأ منافسات الموسم المحلي الجديد، ويجب أن يكون الجهاز الفني للمنتخب حاضرا لمتابعة مباريات الدوري. إلى قطر، حيث تترقب جماهير الغرافة خلال الساعات المقبلة إعلان مجلس إدارة النادي عن صفقة ضم السنغالي محمد ديامي نجم نيوكاسل الإنجليزي رسميا إلى صفوف الفهود. صحيفة الرأي القطرية رصدت الخبر فخرجت بعنوان الغرافة يعلن ضم ديامي خلال ساعات. وكان محمد ديامي المولود في فرنسا والبالغ من العمر 31 عاما وصل إلى الدوحة قبل 3 أيام وبدأ رحلة الفحوصات الطبية في مستشفى سبيتار، وبالتالي فإن جهاز الكرة ينتظر التقرير النهائي للفحوصات حتى يتم الإعلان عن موعد التعاقد الرسمي وتقديم لاعب خط الوسط للإعلام والجماهير. من ناحية أخرى، ما زالت الجماهير تنتظر الإعلان عن اسم المدرب الجديد الذي سيقود الفهود في الموسم الجديد في ظل تضارب الأنباء حول اسم وجنسية هذا المدرب، حيث أشارت بعض التقارير أن الإدارة اتفقت مع مدرب صربي فضلا عن ترديد بعض الأسماء الأخرى التي عملت في الدوري القطري من قبل، وعلى رأسها البرتغالي فيريرا والأورغواياني فوساتي. إلى العراق، حيث شهدت مباريات دور نصف النهائي لبطولة كأس العراق نتائج أقل ما يقال عنها أنها غريبة ولم تكن لتتبادر إلى ذهن أي متابع مهما كانت درجة متابعاته وتوقعاته. تمثلت بخسارة الطلبة أمام الكهرباء بثلاثية نظيفة وفوز الزوراء بـ4 أهداف مريحة على القوة الجوية. غرابة هذه النتائج جعلت من الكاتب الصحفي محمد حمدي يصف لنا أسباب هذه الغرابة من خلال كتاباته عبر صفحات المدى العراقية. مباريات شدت الشارع الرياضي الكروي من أقصاه إلى أقصاه بأمسية لاهبة لن تقبل بها أي دولة في العالم، على اعتبار أن درجة الحرارة لا تسعف لاعب كرة القدم لتقديم ما لديه وتعرضه لخطر شديد لسنا بصدد الحديث عنه أكثر مما قيل ويقال وبات معروفا لدى الجميع، وهو بذات الوقت ليس تبريرا للهزائم المدوية التي نالها فريقان من أشد فرقنا المحلية ميراثا وجماهيريا.
ولكن الغريب فيهما وما شهدناه على لسان أكثر المحللين بعد انتهاء المباريات هو مجانية الخاسر، وأقصد المدرب ولاعبه وكيل المديح للفائز على إنه قرأ ظروف المباراة وتعامل معها وفق ما يتطلب، فنال بذلك أيوب أوديشو وثائر أحمد نصيبهما الوافر من النقد حد التجريح، وعلق تكاليل الغار للحكيم شاكر ومدرب الكهرباء عباس عطية. مع كل ذلك واستحقاق الزوراء والكهرباء للفوز، إلا إن التحليل الرياضي ابتعد عن وصف الموقف كما هو، وراح أكثرهم يغردون بعيدا عن أشواط المدربين والمنجمين ومن وضع الخطط ودرسها وخدع غريمه، مع العلم إننا جميعا ندرك ماهية المدرب المحلي وطريقة تفكيره النمطية المعتادة في المباريات الحساسة والاعتيادية. معا لا نطلب هنا سوى فسحة بسيطة لمناقشة النتائج وأسئلة تفرض نفسها بقوة لعل أولها هل هناك من يشكك بخبرة أوديشو وأحمد على المستوى المحلي، وهل إن الجوية والطلبة من الفرق الاعتيادية البسيطة في مساحة الأندية الجماهيرية؟ الإجابة واضحة بالتأكيد لكل منصف، ولكن كيف سقط الطلاب وماذا حل بالجوية؟ إن انهيار الطلبة لم يكن جديدا مع الخسارات المتتالية التي نالها في الدوري الكروي وكثرة الانقسامات التي تعيشها الإدارتان الفنية والإدارية، أنتجت مجموعة من اللاعبين لم يلعبوا كرة القدم بما يوازي هويتها وجماهيريتها، وانتظرت ما يملأ الجيب من مستحقات مالية، وهزمت نفسيا حتى قبل أن تبدأ مباراتها مع الكهرباء بوقت طويل، فيما أفرط الجويون بالتفاؤل بمستوى متميز ومباراة جماهيرية كبيرة كسبوا فيها الشرطة المتصدر للدوري، وراهنوا على تألقهم التصاعدي مع حالة التردي الواضح للزوراء ونتائجه الصعبة في الفترة الأخيرة. هنا يبرز دور المدرب الذي قد يجد نصف فرصة للتصحيح والعزف على نغمة انقلاب واقعه نحو الأفضل من وحي إفراط المنافس بحسابات غير حقيقية، كما أسهمت الدقائق الأولى من المباراة وتسجيل الزوراء لهدفين سريعين أربكا حسابات الجوية، الذي نزل نجمهم المتبختر حمادي أحمد إلى الساحة ممتطيا نشوة غروره لمباراة هاتريك سابقة، وراح يعنف هذا ويوبخ ذاك ويشد مع الحكم في مهاترات ونقاشات لا طائل منها سوى التأثير السلبي وإرباك فريقه. من الجانب الآخر عاش الحكيم شاكر نشوى النصر مبكرا، وقد انفتحت شهية لاعبيه على تسجيل الأهداف من وضع الارتداد ونجح في الكسب، مع أنه لم يكن يتوقع الفوز بأكثر من هدف أو فارق هدفين في أحسن حالات العطاء للاعبيه الذين أبدعوا دون أدنى شك في استثمار فرصهم باحتراف قل نظيره. انتهت قمة كلاسيكو الكاس بنتيجة طبيعية لا تستوعب طلائها بأجواء أسطورية كما صورها لنا أغلب المحللين. وأخيرا من الصحافة البحرينية في جولتنا العربية، حيث كشف رئيس جهاز الكرة الطائرة بنادي المحرق عبد الرحمن جمعة للأيام الرياضية عن تقدم ناديه بخطاب رسمي للاستفادة من خدمات اللاعب محمد يعقوب، لتخرج الصحيفة بعنوان قالت فيه طائرة المحرق تطلب خدمات محمد يعقوب رسميا. وأضاف عبد الرحمن جمعة أن نادي تقدم بخطاب رسمي لإدارة نادي دار كليب قبل يومين يطلب فيه الاستفادة الفنية من خدمات لاعب الفريق الأول محمد يعقوب من أجل تدعيم صفوف الفريق الأول، موضحا أن عرض ناديه هو الانتقال الدائم، وأن ناديه بانتظار رد نادي دار كليب والتعرف على موقفه من طلب الانتقال الدائم، والذي سيترتب عليه عقد الاجتماعات اللازمة للاتفاق على كافة الأمور الإدارية والمالية.
أهلا بكم مجددا وإلى محطتنا الأخيرة والعالمية، نبدأها من إسبانيا حيث سلطت صحيفة الموندو ديبورتيفو على آخر الأخبار المتعلقة بوجهة النجم الفرنسي أنطوان غريزمان، والتي بلا شك أصبحت تصب في مصلحة النادي الكتالوني برشلونة، لا سيما بعد التصريحات التي نقلتها الصحيفة أو عن جيل مارين المدير التنفيذي لنادي أتلتيكو مدريد لتخرج على لسان بقولها سيلعب في برشلونة، حيث صرح جيل مارين اللاعب الفرنسي قد حسم أمره بشأن الانضمام إلى البلوغرانا منذ شهر مارس الماضي. وقال مارين في تصريحاته أنه يعلم وجهة غريزمان المقبلة، وارتبط اسم غريزمان بالانتقال إلى صفوف برشلونة وسط تقارير تفيد برفض نجوم النادي الكتالوني لفكرة انضمام اللاعب إليهم بسبب السابقة السيئة مع إدارة النادي الكتالوني. وكان غريزمان قد أعلن رحيله عن صفوف الروخ بلانكوس الشهر الماضي من أجل أن يخوض تجربة جديدة بطموحات مختلفة. وفي إسبانيا أيضا، كشف فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم أن ضم المهاجم الصربي لوكا يوفيتش لصفوف الفريق يمثل بداية مشروع جديد لريال مدريد الذي يتطلع للعودة مجددا إلى طريق الانتصارات الموسم المقبل. وهذا ما ذكرته صحيفة الماركا بعد أن خرجت على لسان بيريز قائلة: سوف نرد بقوة. وانضم يوفيتش من أنتراخت فرانكفورت، وهو واحد من ثلاث صفقات كبيرة أبرمها ريال مدريد في محاولة لإعادة بناء الفريق بعد موسم مخيب أنهاه بلا ألقاب، واستغنى خلاله عن اثنين من المدربين وأنهى الدوري بفارق 19 نقطة عن غريمه برشلونة البطل. وأضاف بيريز أن هذا النادي لا يستسلم أبدا وسيبرهن على هذا. وضم ريال مدريد أيضا المهاجم البلجيكي إيدن هازارد من تشيلسي والمدافع البرازيلي إيدر ميليتاو من بورتو، وكذلك الظهير الأيسر الفرنسي فيرالان ماندي من أولمبيك ليون. إلى إيطاليا، حيث أعلن أنطونيو كونتي المدير الفني الجديد لنادي إنتر ميلان الإيطالي التحدي ضد يوفنتوس صاحب لقب الكالتشيو في آخر 7 سنوات على الترتيب. تحدي كونتي بات يشغل الصحافة الإيطالية بشكل واسع، وهذا ما أكدته صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية بعد أن خرجت بعنوان عمالقة كونتي، حيث أشارت تقارير صحفية إيطالية أن نادي إنتر ميلان بات قريب من التعاقد مع النجم البلجيكي لوكاكو صاحب 26 عام، حيث يرغب المدير الفني الجديد نيراتزوري أنطونيو كونتي في الاستعانة بخدمات البلجيكي ليكون أولى صفقاته الصيفية. كما اقترب أيضا من التعاقد مع النجم البوسني إيدن جيكو، وهذا ما جعل من الصحيفة الإيطالية تصف الخبر بعمالقة كونتي. ننتقل بكم أيها الأحبة الكرام إلى فقرة الكاريكاتير والتي اخترناها لكم من صحيفة الأيام البحرينية. وصلنا بكم إلى الختام، نتمنى لكم إجازة سعيدة تقضونها رفقة من تحبون. الأحد القادم جولة جديدة من عناوين الصحافة، إلى ذلك الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائع. دمتم على خير.